اللي حب يعني بطلب منه حب يستعمل حقه في الرد على تصريحات الوزير السابق سيد برناوي خلال نزوله ضيف على برنامج استوديو الرياضة اليوم الخميس في قناة نوميديا، واللي في سؤال يخص في جوابه على سؤال يخص ما قال في جريدة الوطن حول مشاركة مبارزين في منازلات ضد مصارعين من الكيان الصهيوني. سيد يزيد وهيب، كان الرد تاع الوزير، سمعته الإجابة تاع الوزير، واش ورد تاعك؟ شوف محمد، أنا تفاجأت بمشي التصريح تاعو، الهربة تاعو. سألك صحفي، سألك رفيق على ما قال خرج في جريدة الوطن يوم الخميس صباح، انت فند من حقك قول كاين ولا ما كاش. لو بريمير كور تاعك تصرح تقول هذا خبر ما عنده حتى أساس من صحة. دير ميزو بوان تاعك في الجريدة، جوز لك بيان سور، وتروح لدار الشرع. لكن هو كما يقولوا في الفوتبول، بيسكنا في ليميسيون فوتبول، هو لا كيستيون تاع رفيق لا ديغاجيون توش، راه عرف هذا السوجي. واش دخل الكتاب؟ واش دخل الشخص؟ واش دخل الكوميتي اولمبيك؟ يا وريح يا محمد، رياح شبعتنا مقروط بوندون دي موا، هكذا درت لنا مشكل في المنظومه الرياضيه. تجي تقول دار كتاب ويدير لا سيسبيسيون كوميتي اولمبيك، يا اخي انا ما عندي حتى علاقه خاصه بالكوميتي اولمبيك، ما عندي حتى علاقه خاصه ني بالاتحاديه ني بالرابطه ني بالنوادي. العلاقة تاعي مهنية مع الأشخاص وتاع صداقة، هكذا. راح قال السيد اللي دار كتاب نوكل عليه ربي، يا وريح ترونكيل ترونكيل. لكن اسمح لي شيخ، الموضوع ماشي انت مسيني، انا كريت لامباتيني وصحفي اخر. ليش؟ ربطت بين شوف رفيق، شوف رفيق، انا مسؤول على القسم الرياضي تاع جريدة الوطن، انا مسؤول عليها، والزملاء اللي يخدموا معايا صحفيين متمكنين وتعرفوهم. وين طارق سليمان واسمه فاروق، واحد منهم دار مقال. يا اخي المقال هذا ما لقش بك، ظن باللي ما فيهش كذب ولا، دير ميزو بوان وريبوندي. سقساك صحفي في البلاطو على خبر فندو، واش جيب واش جاب الكتاب ولا ويقول الكتاب دار الكتاب نوكل عليه ربي ويخلي سيبوزي بلي كوميتي اولمبيك. شوف محمد، انا نقولها هنا، الكتاب هذاك قبل ما عرضناه في كتاب في الصالون حسن الماس، نعم، تاع المواد نوفمبر هذاك، انا قلت عشيه تريك دوفرتور تاع الصالون دو ليفر، قلت لازم نصيب بلاصه وين ننظم واحد حفل صغير وين نعرض الناس تاع كره القدم اللي راهم قرابه هنايا. نقدر تخلي نقدر نعيط لهم، راه بعيد ماشي على كتاب نجيبو انا. قلت لا فامي دو فوتبول نعرضهم بور لو بريزونتي اون بروميير اللي هما هذا الكتاب، كتاب على شخص الله يرحمه، ماشي انا اللي نهضر عليه، التاريخ تاعو اللي يهضر عليه. حوست سقسيت، كان دي سال في بلكور في ان اوتيل هنا في الجي، هذيك لا سال تاع بلكور، قالوا لازم تجيب اون اوتوريزاسيون، لازم تكون اون اسوسياسيون. الجماعه صحابي قالوا علاش ما تشوفش مع الكوميتي اولمبيك، بوتيت يعطيك اون سال وين تقدر دير لا بريزونطاسيون. دومونديت الكوميتي اولمبيك البريزيدون تاعو، قال لي بيان سور بالفرح والسرور، داروا ديسبوزيسيون لا سال، كان هو حاضر، كان مصطفى دحلب حاضر، محي الدين خالف حاضر، دي بريزيدون كلوب، دي جوار، دي كونفرير، دي جورناليست، دي زامي. هو الوزير شيخ، الوزير كان حاضر، ما حضرش هو، ما حضرش ماهوش من المله تاعنا، ماهوش من المله تاعنا. بون، درنا قاعده بريزونتينا لو ليفر هكذا دون زين امبيونس كونفيفيال، ورحنا. واش انت تخلي الناس تفكر الكوميتي اولمبيك انا تسمى كي يخرجوا لك مقال هذاك معناتها الكوميتي اولمبيك ريقلاني؟ يا وما ريقلاني حتى واحد، وانت ما تريقلينيش. شوف محمد، باش نخسر هاي الصوره هنا في بورج في فرنسا، مدينه فرنسيه، لو 5 افريل 2016 شامبيون دو موند كادي، هاليك هنا مشاركه تاع مبارز ولا زوج جزائريين ضد دي زاتليت تاع الكيان الصهيوني، هاي ليك هنا تاع لا فيدراسيون انترناسيونال، هاهم ليك، هاهم ليك هنايا رونسفيلد، نعطو الاسم تاع الاسرائيلي رونسفيلد،
تقدر توريهم يا زيد الكاميرا. هامليك هما هنايا سي لا فيدراسيون انترناسيونال ورقت على فيدراسيون انترناسيونال في برج هذه. خلي هكذاك تفضل يا زيد. هاوليك واحد اخرى هنايا لا ميم شوز في الجروب هذاك تاعهم. هاوليك هنايا هاوليك هنايا سي دي دوكيمون اوفيسيال تاع لا فيدراسيون. سي دي ريزولتا دو شيخ. نعم سي دي ريزولتا. سي لي في لو بابي باش نبوكين بريسيزون. اسمح لي لو بابي.